هاي جيم هو الاسم الجديد للعملة المشفرة المدعومة من فيسبوك يلي حملت اسم ليبرا سنة 2019 مع الإعلان عنها، وسبب التغيير هو السعي من جديد للحصول على موافقة الجهات التنظيمية من بعد ما تعرقلت خطط إطلاق ليبرا بسبب مخاوف جهات تنظيمية ومسؤولي بنوك مركزية من تأثيرها على الاستقرار المالي ومنع السيطرة على السياسة النقدية وتهديدها للخصوصية. حمل تغيير الاسم لديام يلي بيعني يوم باللغة اللاتينية تغيرات تانية مثل وضع سياسات خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال للعقوبات وعدم ترك باب الانضمام لشبكة العملة مفتوح للجميع. مين قال إنه من حسنات ديام عدم وجود رسوم مصرفية على الحوالات، تسهيل إجراء المعاملات النقدية واعتمادها على احتياطي نقدي بيضمن مصداقيتها؟ أنا قال بشوفكم بكره.